يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات، وهل هناك فرق بينه وبين النمام؟ هو قتات هو النمام، معنى واحد. وهذا من أحاديث الوعيد، ليس معناه أنه كافر وأنه يحرم من الجنة نهائيا، لكن هذا من أحاديث الوعيد التي تمر كما جاءت، مع اعتقاد أنه لا يكفر ولا يخلد في النار. نعم.